السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. سمحوا لي الفيديو اللي قبل ما شرحت مزيان واحد القضية ديال مهدي موهوب، يلاه فاش عودت الفيديو سمعت ليه بغيت نقول لكم واحد المعلومة، هي أن مهدي موهوب الإخوان ما وافقش أنه يمشي للبيراميدز حسب المعلومات اللي عندي، يعني حتى لونطريمة ديال الفتح راه ما كيحضرش ليها. في انتظار التأكيد ان شاء الله من هذه المعلومة، راه كاين اتفاق بين الفتح وبيراميد، اتفقوا على جميع الامور، بقات موافقة اللاعب انه ينتقل لبيراميد. حاليا اللاعب رافض هذا المقترح، كما قلنا وكنزيدوا ناكدوا انه باغي يجي الرجاء، وكذلك كما قلت انه ما كيحضرش اللونطريمة ديال الفتح ان شاء الله، هذه كما قلت لكم غنحاولوا نتاكدوا منها. اللي كاين هو انه الصحافة المصرية قالت انه كاين اتفاق بين الفتح وبيراميدز على جميع الامور، وان بيراميدز في حالة وقعت مع موهوب راه كاين احتمالية كبيرة انه بيراميدز يا اما تبيعوا الرجاء يا اما غادي تصيفطوا بريطي. علاش؟ حيت كاين اتفاقية بين بيراميدز والرجاء، وثانيا حيت اللاعب فخري لاغاي مازال معهم، مازال زادوا مهاجم اجنبي اخر، اذا كاين احتماليه كبيره ان بيراميدز في اطار العلاقه اللي عندها مع الرجاء انها تخليه يمشي الرجاء. هذا كان كامل يعني حسب الصحافة المصرية وحسب يعني الأمور كيفاش غادا. الصحافة المصرية هي راه متابعة بأن اللاعب لاصق أنه يجي الرجاء وما يمشي حتى شي فريق آخر، داكشي علاش الصحافة المصرية استغلات هذا المعطى ودارت واحد القراءة اللي يمكن حنا نمشيو معاها، بما أنه كاين ديك العلاقة مزيانة بين بيراميدز والرجاء. فاش تشريه بيراميدز راه تسلفوا الرجاء ولا تبيعوا لهم. هادشي اللي كاين الاخوان، وشكرا لكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.